ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية غدا حفل تكريم الفائزين بمسابقة الخطاب السياسي في نسخته الثالثة بمشاركة أكثر من 80 شابا وشابة، حيث تهدف هذه المسابقة لاكتشاف المواهب الوطنية وتشجيعها في فتح آفاق الإثراء المعرفي في مجالات عدة لا سيما الوطنية السياسية. تأتي مسابقة كتابة الخطاب السياسي في نسختها الثالثة في إطار استمرار جهود معهد البحرين للتنمية السياسية الرامي على تشجيع الشباب واكتشاف المواهب الشابة وإعداد الكوادر السياسية وتأهيلهم للانخراط في العمل السياسي الوطني لدعم مسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين. المسابقة مخصصة لفئة الشباب من تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 33 عام. شهدت المسابقة في هذا العام أكبر عدد من المشاركين مقارنة بالنسختين الماضيتين، وصل عدد المشاركين لهذا العام 89 مشارك في مقابل 50 مشارك في 2016 و 56 في 2015. عدد المشاركين لهالسنة بلغ من الذكور 47 شخص مقابل 42 من الإناث. تنوعت مؤهلات المشاركين ما بين الثانوية العامة والماجستير. بكرة طبعاً بيكون في راح حفل تكريم للمشاركين وسيتم إعلان الفائزين الثلاثة خلال الحفل، وذلك بفندق الخليج للمؤتمرات من الساعة 6 إلى 9 مساء. قيمة الجوائز بتكون من المركز الأول 1500 دينار، المركز الثاني 1000 دينار، والمركز الثالث 500 دينار. طبعا بالإضافة إلى ذلك، يعني وعد معهد البحرين للتنمية السياسية بتخصيص دورات في مجال مهارات الخطاب السياسي مثل الصياغة والإلقاء والمناظرات والتعامل مع وسائل الإعلام لجميع المشاركين في المسابقة لهذا العام.